قصيدة من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغازو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير، وش راكم؟ راكم منورين بهذه الرسومات وكاميراكم، فرحانين لكم هنا؟ إذن مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. في كل مرة نتكلموا على يوم عالمي، يوم عالمي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم يصادف في يوم 12 جوان، هو اليوم العالمي ضد عمل الأطفال. على بالكم يا أطفال باللي كاين في بعض الدول وين أطفال صغار كيما نتوما يعملوا يخدموا ويخدموا أعمال شاقة يعني. إذن كاين اتفاقية مضوها في الأمم المتحدة اللي ضد عمل الأطفال، ممنوع عمل الأطفال. يا أخي أطفال ما لازمش تخدموا وما لازمش تخليكم تخدموا، إذن إحنا رانا هنا باش نعتنيوا بكم ونديروا نداء لكاع دول العالم وكاع الناس اللي يخدموا الأطفال باش ربي يهديهم ما يخدموش الأطفال. كاين يوم عالمي مهم يوم 16 جوان، شو اللي يعرفوا؟ هو اليوم العالمي للطفل الإفريقي. يوم أول جوان هو اليوم العالمي للطفل للطفولة، يوم 16 جوان هو اليوم العالمي للطفل الإفريقي. تحبوا الألغاز؟ تحبوا الألغاز. كبداية كل حصة راح نطرح عليكم لغز. اللغز هذا نقول فيه أين يقع البحر الذي لا ماء فيه؟ أين يقع البحر الذي لا ماء فيه؟ وين البحر هذا اللي ما فيهش الماء؟ على بالي بلي شاطرين رايحين تستناو حتى نهاية الحصة، انتوما وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش يربحوا هدية قيمة بهذا الشكل. أنت كذلك، جاوب واربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب عن اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب عن اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال سنوا حتى لغاية نهاية الحصة باش تعطوا لي الأجوبة تاعكم، على بالي بلي شاطرين والآخرين تاني يقدروا يفكروا أين يقع البحر الذي لا ماء فيه. بما أننا في شهر التوبة والغفران، شهر رمضان المعظم، جبنا طفل واسمه محمد رايح يرتل علينا بعض الآيات من الذكر الكريم. إذن تفضل محمد، تصفيق على محمد. السلام عليكم يا أطفال. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد ضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال نوح رب لا تذر على الكافرين الأرض ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ويلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي
ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات تزيد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا شكرا محمد. شكرا 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 شكرا. إذا رمضان كريم لكل الأمة الإسلامية. في هذا السياق راح نطلبوا من الهدى باش دينا نبدأ تاريخية عن خليفة من الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه. تفضلي تفضلي نور الهدى تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكيكم على الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف. أمه أروى بنت قريز بن حبيب بن عبد شمس، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هامش، فهو بذلك يكون ابنة عم رسول صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجاهلية شريفا عفيفا، لم يسجد لصنم ولم يرتكب الفواحش، كما أنه حكيم العقل سديد الرأي. ورث التجارة عن والده فاهتم بها ونمت ثروته. أحبه قومه وكان مفضلا لديهم. وبعد إسلامه رضي الله عنه أصبح أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو من الأوائل الذين اعتنقوا الدين الإسلامي. هاجر مرتين، الأولى إلى بلاد الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة، لذا سمي بصاحب الهجرتين. جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، لقب بذي النورين لزواجه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية. أخلاقه كريمة، بذل ماله في سبيل الله ونصرة رسوله والمسلمين، ولا سيما عندما جهز جيش العسرة في غزوة تبوك. بعد وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 للهجرة، عقد مجلس الشورى لاختيار خليفة له، فوقع الاختيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأصبح بذلك ثالث الخلفاء الراشدين. واستمرت خلافاته حوالي 12 عاما، وهو أول من أنشأ أسطولا بحريا لحماية بلاد المسلمين. توفي رضي الله عنه عن عمر يناهز 82 عاما في سنة 35 للهجرة في شهر ذي الحجة، ودفن في البقيع في المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، عثمان بن عفان رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن الكريم. إذن وش رأيك بنتي؟ تحبي الأغاني؟ تحبي؟ كاين أغنية جميلة جميلة أنا نهديها لقاع الأطفال، بما أننا على أبواب البكالوريا والامتحانات، درنا أغنية جميلة عن الامتحان، يعني كيفاش الطفل ولا اللي يكون المتمدرس كيفاش يحضر الامتحانات نتاعو. نقول فيها: أبذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل، إما تكرم أو تهان. يلا. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل، إما تكرم أو تهان. ابذل جهدك دون كلل، ها قد جاء الامتحان، عندما تختبر وتسأل، إما تكرم أو تهان. ضاعف جهدك
عبدك هيا راجع كل الكتب والدفاتر واصل عزمك فيه تابع كن متحمس ومثابر ضاعف جهدك هيا راجع كل الكتب والدفاتر واصل عزمك فيه تابع كن متحمس ومثابر ابذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان ابذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان للامتحان ادرس بجد وضع اللعب جانبا فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا للامتحان ادرس بجد وضع اللعب جانبا فله إن لم تستعد تجد نفسك راسبا ابذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان ابذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان احصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يضيق كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق احصد أتعاب السنين حتى صدرك لا يضيق كن من بين الناجحين ولك سندعو بالتوفيق ابذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان ابذل جهدك دون كلل ها قد جاء الامتحان عندما تختبر وتسأل إما تكرم أو تهان برافو 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 تعال تعال واسمك أروح قولي عمارة منيب واسمك عمارة منيب منيب وش يقولوا عند الامتحان يكرموا شكون اللي يعرفها تعالي 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 واسمك سلمى وين تسكني سلمى في عين ناجة عين ناجة عند الامتحان يكرم المرأة أو يهان يكرم المرأة أو يهان عاود تقولها لنا يكرم المرأة ويهان المرأة يكرم يكرم المرأة وال أو يهان أو يهان عبالك وش هي فهمتها هاك فهمها يعني في الامتحان تما اللي نعرفوا اذا كان راك مراجع مليح ولا لا لا انت تراجع مليح تقرا مليح نعم يا برافو وانت يا بنتي تعالي روحي واسمك ميسرة دوري الكاميرا واش راكي واش مسنه تقراي اولى اولى تقراي مليح يا برافو 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 بنتي وانت يا تقراي مليح ثاني روحي معليش دوك نروحوا نجيبوه واسمك كوثر واش مسنه تقراي الأولى الأولى تاني شاطرة شاطرة أنت يا نعم يا برافو 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 بنتي شكون اللي شاطر تاني هنا شاطرين كامل يا برافو تحبوا ألعاب الخفة نعيطوا كامل لعمو نسيم اللي جانا من مدينة شرشال إذا تفضل عمو نسيم تفضل 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 عمو نسيم تفضل تفضل Thank you.
برافو 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 عمو نسيم، برافو برافو. عجبتكم العاب الخفه؟ دروك يا اطفال عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه تاع القطه الذكيه والثعلب الجائع. يلا معايا. اذا يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه القطه الذكيه والثعلب الجائع. واحد النهار كان واحد الثعلب يمشي هكذا ميت بالجوع، يحوس عليك شي حاجه ياكلها، ميت بالجوع، ميت هكذا ويمشي يحوس، ما صاب والو. بعد صاب قطه هكذا، والثعلب ما ياكلش القطه، ولكن كي صابها قال لها اني جوعان لازم ناكلك. قالت له بصح، قال لها اني جوعان معليش على بالي ما حش نشبع وكامل، بصح انا ميت بالجوع لازم ناكلك. قالت له استنى. قالت له ما تاكلنيش، هي كانت ذكيه شافت روحها بلا ياكلها خفت. قالت له نعرف في المخزن وين موالفه نرقد وكامل، نعرف وين يخبوا الجبن الفروماج. قالت له على بالي وين الجبن هذاك مخبي، طمع هو. قالت له روح معايا نوريهولك. كانت المغرب طاح الليل هكذاك. ومن بعد داتو لواحد البئر، كانت واحد الحاسي هكذا، واحد البئر كان ضوء القمر، يعني القمر كان في السماء هكذا، وكان الروفلي تاع القمر هذاك في الماء. قالت له انظر هاوليك الجبن. شاف هكذا عم بالو صح، شافه مدور هكذا عم بالو جبن. قالت له دركا لازم نهبطو نجيبوه. وفي البئر هذاك كانوا زوج تاع البيادن هكذا، دلو منا ودلو منا. واش دارت هي؟ قالت له انا نهبط نشوف ومن بعد انت تلحقني. إذن هي هبطت في الدلو الأول هكذا وهبطت لتحت. قالت له إيه أنا سبت. قالها جيبيه طلعيه. قالت له ما نقدرش ثقيل، لازم تنزل أنت. ومن بعد هو أحمق هذاك الثعلب هذاك، واش دار؟ هي كانت لتحتها هكذا، من بعد هو كركب في الدلو الثاني هذاك، كي هبط بالوزن تاعو هي طلعت. كي طلعت هكذا هو غرق في الماء هذاك قعد. إيه عمو يزيد، نستخلص من الحكاية أن الذكاء ينجي صاحبه. برافو بوبي، برافو برافو برافو. إذا الإنسان كي يكون ذكي راح الذكاء هذاك ينجيه، ينقذه. وما لازمش كذلك الإنسان ما يفكرش، لازم دائما الإنسان يكون ذكي ودائما المخ تاعو يخدم ويفكر. يا أخي يلا معي. يا أطفال بما أننا في شهر رمضان، على بالي بلي كامل أنتم دراري وبنات تحبوا تعاونوا والديكم في المطبخ. إذا اليوم طلبنا من نور الهدى وياسمين يديرونا إن روسات اللي نقدروا نديروها في رمضان تكون سهلة. يلا كامل معايا نرحبوا بهم. تصفيقة عليهم. تصفيقة مرحبا بكم. وش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش درتوا لنا اليوم؟ اليوم عندي ولي مادلين. لي مادلين؟ تحبوا لي مادلين؟ خلاص يلا نتعلموا كيفاش نديروا لي مادلين. نبداو بالمقادير. عندنا حبابيط، كاس سكر، ونديروا كاس حليب،
مغرفة حليب ومغرفة صغيرة على فاني فانيلا وساشي تاع خميرة الحلوى فيها 10 غرام 10 غرام تاع خميرة الحلوى ونص كاس زيت نص كاس زيت وزوج كيسان فارينة احنا عندنا كاس ومعنا داكور وعندنا هذوما حبيبات شوكولا داكور نبدو الشوكولا يلا نزيدو لها السكر درك نخلطو حبة بيض مع السكر والماء الوزانية هكا ونزيدو الحليب اوكي نخلطوهم شوية بعد نزيدو الحليب نديرو كاس تاع فارينة كاس تاع فارينة ونديرو فوقو لا ليون خميرة دوكا نزيدو النص تاني تاع الفارينة نديرو الكاس الاولاني ما نديرو الكاس الثاني نزيدو هاد لي بيبي شوكولا حبيبات شوكولا ونخلطوهم معاهم كنا شعلنا على الفوق من قبل وما بدأ كامل شحال من درجة؟ 200 200 درجة وكان نحطو ليمون تاع المدلان نحطو فيهم الكيسات الداخل ونعمروهم نعمرو النص ولا فوق النص بشوية المهم مش كامل باسكو يخمروا داكور شويه فوق النص دائما دائما نديروا ثلاثه وحده ليا وحده ليك وحده ليا سمين ويسيوها في الدار انتبهوا يا اطفال باش كامل كي تروحوا للدار ديروا لي مادلان اليوم يا اخي اذا انتبهوا انت اليوم في الفور عطيهم من تساعدك هنا الفور كان شاعل 200 درجه قبل ما نبداو نخلطو كلش لازم يكون شاعل هو الاول وحنا كنا من قبل شحال نخلوهم في الفور شحال يدوي كيف بداو يتحموا كي حموا كامل دونك لازم نعسوهم هاي يخرجوا هكذا برافو 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 عايلين 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 لان يا اطفال شوفوا شوفوا لي مادلان انا هما اليوم عندي ديسير باش نفطر برافو يعطيكم الصحه شكرا 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 يا اطفال بعد ما شفنا كيفاش يطيبوا المادلان باش اليوم قاعد تروحوا ديروا المادلان كي تعاونوا والديكم شكون اللي عنده نكته جميله ولا حكايه يجي يحكيها لي شكون اللي عنده نكته جميله تعالي
اروحي بنتي اقعدي هنا. وش راكي؟ لاباس. واسمك؟ ليتاج. وين تسكني ليتاج؟ في شراقة. في شراقة. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. تعلم كان يمشي يمشي شاف المعزة راحت تشري لولادها قالت لهم غلقوا الباب ما تخلوش كي يجي تعالوا ما تخلوش ما تفتحوش الباب. ومن بعد هي راح تشري وبعد تعالوا راح تلا لها ولادها. شكون اللي عنده حكاية يجي يحكيها لنا؟ تعالي 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 تعالي. واسمك بنتي؟ خوجة ابتهال. الله يبارك. احكي لنا الحكاية تاعك بنتي. في قديم الزمان كانت كتكوتة تمشي فالتقت بالبطاطيف فقالت لها ابتعدي من طريقي. فقالت لها انت التي ابتعدي. فابتعدت وهكذا صار مع البطة والحصان والحمار والجمل. وثم التقت بالنحلة وعندما قالت لها ابتعدي لسعتها. وعندما ذهبت إلى أمها قالت لها كل ما حدث. قالت لها أنا نجحت إلا النحلة هي التي لسعتني. برافو 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 برافو. شكون عنده حكاية يجي يحكي لنا؟ شكون 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 شكون؟ تعالي تفضلي بنتي قعدي. واسمك؟ رحمة. 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 وين تسكني رحمة؟ في خميس الخشنة. خميس الخشنة. الله يبارك الله يبارك. احكي لنا الحكاية تاعك. حكاية عن البخل هذه. مش طويلة. مش طويلة قصيرة. حكاية عن البخل. يلا بنتي. واحد المرة رحت لوليدها باش يشيلها الخبز. باش يشيل ثلاث خبزات ليها وليه وخبزة لماه والهو والباباه. بثلاث دنانير. بعد عندما كان عائدا قالت له كانت تصرخ من النافذة وقالت له عد إلى المتجر وأعد الخبزات الوحيدة لأن أباك مات من شدة بخلها لتعيد لها الدينار. برافو 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 بنتي. برافو 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 برافو. إذن أين يقع البحر الذي لا ماء فيه؟ لغز اليوم كان أين يقع البحر الذي لا ماء فيه؟ تعالي بنتي روحي روحي منا. واسمك؟ خديجة. وين تسكني خديجة؟ كاليتوس. كاليتوس. وش هو الجواب؟ الخريطة. أين يوجد؟ في الخريطة. في الخريطة. برافو برافو شاطرين. سبتوها شكون ساب الخريطة في ديدو؟ شاطرين 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 شاطرين. تعالي تعالي بنتي أرواحي. تعالي تعالي أعطيني الهدية تاعها. هاد الشاطرة هادي. إذن هديتك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وسيدي فيه 22 أغنية لعمو يزيد، وكذلك عندك نبولة هنا روز تاع عمو يزيد. فهلا بنتي. العفو العفو بنتي. تفضلي تفضلي تفضلي. يا أطفال بما أنكم شاركتوا باش تحضروا في الحصة، كاين تاني مشاركة لإحياء حفل عيد الميلاد. لإحياء حفل عيد الميلاد لازم تبعتوا 5 قاسمات من علب حليب رامي للعنوان التالي صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة. واليوم معنا يوسف. يوسف اللي بعث هو صغير على كل حال، يما ولا بابا هما اللي بعثوا هذه القاسمات، وراهو معنا اليوم باش نحتفلوا بعيد ميلاده ونقدموا له هدية عيد ميلاده. إذن يوسف رايح يجي لهنا وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو وحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. يلا يوسف تفضل. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح.
الأوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا يوسف عمو يزيد يشعل لك الشمعة ديالك. لا لا يوسف هو اللي يطفي الشمعة. استنى خلي يوسف يبان فوالا دقيقة قدم اقعد هنا اقعد هنا وليدي اقعد معاه فوالا. اذا نديروا العد التنازلي مع يوسف. سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. طفي طفي طفي. برافو برافو برافو. إذن يوسف عمو يزيد يهديك شهادة شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في هذا الظرف الجميل. وانتم كذلك يا أطفال راح كي تخرجوا منها تسيبوا الشهادة كامل السنو فيكم. يوسف بما أنك جمعت خمس قسيمات من علب حليب رامي وجبناك لهنا باش تحتفل بعيد ميلادك راعي الحصة رامي يهدي لك طابلت إن شاء الله تستفاد بها. إذن عيد ميلادك أحلى عيد. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير. استنونا في الأسبوع المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع